بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نواصل ما توقفنا عنده في باب الأذان. ولأبي داود في سننه عن ابن عمر مرفوعا: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. قاله لرجل: إن المؤذنين يفضلوننا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤذنون لهم فضل عظيم، جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لشرف الأذان، ولأنهم يدعون إلى الله عز وجل، يدعون إلى طاعته بإقامة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهذا الفضل ليس خاصا بالمؤذنين، بل من تابعهم وقال مثل ما يقولون فإنه يحصل على هذا الثواب الذي للمؤذنين، وفضل الله واسع. ومتابعة المؤذن أن يقول المتابع مثل ما يقول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان، ويحصل بذلك على أجر المؤذن كما في هذا الحديث. نعم. وله بسند صحيح عن سهل بن سعد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قال: ما تردان. الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الأذان، فهو يعادل الجهاد. الدعاء عنده يعادل الدعاء عند التحام الجهاد مع الكفار، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. نعم. وفهذا فيه بيان الدعاء الذي يقال عند الأذان، يقوله السامع: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا يعني معبودا، والرب يطلق على المعبود، وهذا هو توحيد الألوهية. وبالإسلام دينا، دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذه المسلم دينا له، ولا يكون عنده دين آخر إما من الأديان المنتهية والمنسوخة، وإما من الأديان المبتدعة التي أحدثها المبتدعون.
وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني رضيت به رسولا، وذلك بالإيمان به ومتابعته صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته. نعم. عن أم سلمة قالت: علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وهذا نوع من أنواع الأدعية التي تقال عند الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مضى في الحديث، وأما هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنها تقول: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك. هذا عند الغروب، عند الغروب يدبر النهار إلى جهة الغرب ويقبل الليل من جهة الشرق، حينئذ يبدأ أذان المغرب لدخول وقته. فإذا قال المسلم: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، يعني المؤذنين، وهذا فيه أن المؤذن داعية إلى الله عز وجل، فاغفر لي، فإن الله جل وعلا يستجيب لمن دعا بهذا الدعاء ويغفر له. نعم. وعن أنس مرفوعا: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وفي رواية الترمذي قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والمسلم جالس ينتظر الصلاة، فإنه يدعو بهذا الدعاء بأن يطلب من الله المغفرة لذنوبه وخطاياه، فإن الله يستجيب له بذلك. نعم. وعن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. في هذا الحديث أنهم كانوا مسافرين وكانوا يمشون الليل في سفرهم، فلما دنا طلوع الفجر ناموا، عرسوا يعني ناموا يستريحون، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم الاستيقاظ للصلاة إلى أحد أصحابه بأن يوقظهم، ولكن هذا الذي أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه النوم فنام معهم ولم يوقظهم إلا حر الشمس. فعندما استيقظوا لم يصلوا في مكانهم، بل إنهم ذهب بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى موضع آخر، ثم أذن المؤذن وصلوا راتبة الفجر، ثم صلى بهم الفجر. وسبب الانتقال من مكان النوم إلى مكان آخر بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه حضرهم فيه الشيطان وثقل عليهم النوم حتى أدركهم طلوع الشمس. وهذا فيه دليل على أن من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يصليها قضاء، فإنه يصليها قضاء. وفيه أن الإنسان إذا أخذه النوم في مكان عن صلاة الفجر
فإنه ينتقل منه إلى مكان آخر. نعم. وفي المتفق عليه من حديث أبي قتادة وعمران ورواه أبو داود وقال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. نعم، هذا فيه أنه إذا نام حتى أو ناموا جماعة حتى أدركهم طلوع الشمس فإنهم كما سبق ينتقلون من مكانهم إلى مكان آخر، ثم يؤذن المؤذن ولو بعد طلوع الشمس، ويصلون راتبة الفجر ثم يصلون الفجر ويجهر بها لأنها من صلاة الليل فيجهر بالقراءة فيها. نعم. وعن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. نعم، في غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب الذين تجمعوا من غطفان وغيرهم على حصار المدينة يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين، ولكن المسلمين صبروا وانتظروا الفرج من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الأمر اشتد بهم كما قال الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فالكفار جاءوا وحاصروا المدينة واليهود خانوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة فتألبوا على المسلمين من الداخل والخارج واشتد الكرب، فرجه الله سبحانه وتعالى بأن هزم المشركين من دون قتال، ألقى في قلوبهم الرعب وأرسل عليهم الريح التي قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وحصبتهم بالحصباء حتى ارتحلوا مخذولين، وفرج الله عن المسلمين بذلك. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، وأذن ابن مسعود وأقام بجمع وأقام لكل واحدة منهما أذانا وإقامة. نعم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم في الحج جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم من أجل أن يتصل الوقوف بعرفة إلى الغروب، وجمع في جمع يعني في مزدلفة لما وصلوا إليها بين المغرب والعشاء جمع تأخير من أجل أن يواصلوا السير بين عرفة ومزدلفة، ثم ناموا، نام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مزدلفة إلى أن طلع الفجر، فبادر صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر مبكرا من أجل أن يتفرغ للدعاء في مزدلفة، فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، قدم العصر مع الظهر في عرفة، وأخر المغرب وصلاها مع العشاء في مزدلفة جمع تأخير، فهذا فيه دليل على جواز تأخير الجمع جمع التأخير وجمع التقديم حسب ظروف المسافر والأسهل عليه. نعم، لكن فيه أنه أذن للظهر والعصر بأذان واحد وأقام لكل صلاة إقامة، فأذن أذانا واحدا وأقام إقامتين لكل
صلاة، ومثل ذلك فعله في مزدلفة بين المغرب والعشاء، أذن لهما بأذان واحد وإقامتين، لكل صلاة إقامة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم إلى أن نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله.